فنانة كل راجل حبها انتحر وعاشت بتلات أسامي وديانتين ومصيرها كان أسوأ من اللي عاشته. بس هي مين وإيه حكايتها؟ في الثلاثينات في حواري شبرا كانت عايشة بنت اسمها يوليندا من أصول إيطالية، بس أهلها كانوا متشددين حبتين ومنعينها حتى من الخروج. بس أول ما أبوها مات انطلقت وراحت شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وكسبتها ودخلت مجال التمثيل وقالت تغير اسمها وبقت دليلة. وبعد مدة جمالها ما بقاش كافي للتمثيل، قالت تغني. بس في واحد اقترح عليها تغير اسمها تاني، فقالت تعمل ميكس بين دليلة ويوليندا وبقت دليدة. واللي اول قصة حب دخلتها في حياتها كانت مع مغني، والصدمة انه انتحر بسبب فشله في الغنى. ودليدة يا عيني قعدت تموف ان حب قد كده وحبت واحد تاني وبرده انتحر من غير سبب. وقتها كانت حامل واجهضت وجالها عقم بسبب الموضوع ده، وبعدها حبت مرة تالتة برده من غير ما تفكر ده كمان انتحر. والكل بقى يتكلم عن حياتها الغريبة اللي حتى ديانتها مش واضحة، في اللي يقولك دي يهودية واللي يقولك والعذراء شفناها خارجة من الكنيسة. وهنا دليدة قررت تاخد كمية كبيرة من المنوم وكتب الجواب مفهوش غير جملة واحدة بس، الحياة بقت لا تحتمل سامحوني، وبقت هي الست اللي يتقال عليها